انا بتاعت كنافه وبحب الكنافه وببيع كنافه، هي حاجه عار يعني؟ لازم وانا شغاله لازم اشمر ايدي، مش بتباهى ان انا ببينها، دي مش من جمالها يعني. ما عندكم الناس العريانه في كل حته يعني. انا خريجه نظم معلومات. يا اللي بتبص في عيشتنا خليكم في حالكم. امبراطوره الكنافه في مصر فرح، بنوته جميله عندها 23 سنه هنا. فرح عامله حاله، كل الناس هنا بتحبها وبتشتغل وبتجتهد وبتعتمد على نفسها. فرح تستاهل اننا نسلط عليها الضوء ونتكلم معاها، قصتها ملهمه وقصتها جميله وامنيتها ان هي تفتح مصنع. يلا بينا نعرف فرح في حكايه من حكاوي القاهره. انا فرح محسن، عندي 22 سنه، هتم 23 الشهر الجاي. حضرتك طيب؟ انا شغاله في الشغلانه دي من وانا صغيره لان هي شغلانه ابويا وجدي. انا خريجه نظم معلومات، مع ذلك ما وقفتش تعليمي، لا كملت تعليمي. احنا 5 بنات وولد، انا اختهم الكبيره، احنا كلنا شغالين في الشغلانه ديت من اكبرنا لاصغرنا، كلنا فيها، ما حدش يعني ايه قاعد من التعليم ولا حد قاعد من الشغل. كلام كتير بيضايقني. هدومك انت مبينه دراعك، انت معرفش ايه. يا جماعه هدومي مالها؟ هدوم، ما انا شغاله، انا بعمل كده الهدوم بتطرطش يعني غصب عني، انا ما بدخلش نفسي في العجين، انا غصب عني بقلب العجين، هدوم العجين بيطرطش عليا. لازم وانا شغاله لازم اشمر ايدي، مش بتباهى ان انا ببينها، دي مش من جمالها يعني. ما عندكم الناس العريانه في كل حتت يعني. انتوا جايين للي شغاله وتعبانه وشقيانه تقولوا لها ايدك انت مبينه ايدك؟ انا عارفه ان هو حرام، انا ما بحللش حاجه حرام، بس الفكره ان هي غصب عني. انا جربت البس معصم وجربت، مش عشانكم، انا جربت عشاني، عشان انا مش عايزه اتحاسب على حاجه انا بعملها غلط او حرام. انا الحمد لله لبسي كله واسع، الحمد لله طرحتي مش يعني مش حاجه فيها ضيقه، مش حاجه فيها ملفته. ان انا ببين ايدي، انا مش ببين ايدي ان انا ببها بان هي جميله، بقول لكم بص ايدي، انا ببين ايدي غصب عني علشان انا ما بعرفش اشتغل كده. كم هينزل في العجين الحاجه يعني مش هعرف اشتغل كده، لبست المعصم ما عرفتش اشتغل بيه غصب عني. النهارده انا مسكت فرح انا اتخضيت بجد، انا كنت مديها ضهري زي كده ولقيت حاجه مره واحده حمراء، ببص ورايا لقيت النار طالعه بره، بس الحمد لله ربنا ستر، الحمد لله ربنا ستر. يعني انا ساعات كلام الناس بتلاشاه وفي نفس الوقت، بس لما بيتراكم عليا بجد ما بقاش قادره استحمل، باخد جنب كده واقفل على نفسي الاوضه، واللي هو انتوا بتعملوا كده ليه يعني؟ احنا انا عملت ايه؟ انا واحده كل اللي انا بعمله وكل هدفي في الحياه على السوشيال ميديا ان انا اوريكم شغلنا، وان انتوا تيجوا تشتروا من عندي، وان انا احقق حلمي، وان انا ابقى براند عالمي مش بس مصري، انا عايزه ابقى براند عالمي يعني. يا بابايا بسم الله ما شاء الله عليه ما بيفقدش الامل بسهوله، خليته بقى فقد الامل من كتر الناس ما هي مركزه معانا، من كتر العيون بجد ما هي مركزه. بصوا ده بيبيع، ده لدرجه ان في ناس بتعد عليا انا ببيع كام زبون بجد، في ناس بتبص لي انا بعت النهارده ولا لا، انا اشتغلت ولا ما اشتغلتش، ده بص بنات واقفه شغالين ازاي. كلنا واخدين ال 24 قيراط، ما حدش فينا احسن من حد وما حدش يبص لحد يعني. انت لو بصيت على غيرك هتلاقي ان غيرك عنده حاجات صعبه في حياته انت ما تقدرش تستحملها. قسما بالله امي بتقول لي يا فرح اعملي لك ايه لبسه ايه وانت ماشيه غيري، والله والله انا بمشي السوق من اوله لاخره بهدومي، وبمشي رافعه راسي لفوق، ما بنزلش راسي، بالعكس انا لما بغير بمشي عامله كده زي البنات. طول ما انا لابسه هدوم شغلي، لان انا بشوف نفسي طول ما انا في الشارع وواقفه في المحل انا بشوف نفسي راجل، انا بشوف نفسي راجل. هو لو واحد واقف في شغله في محل بيبيع اي حاجه ومتبهدل انتوا هتبصوا له وتتكلموا له، ولا هو عشان بنت بقى بتبصوا وبتتكلموا بص البنت عامله ازاي بص البنت عامله ازاي؟ لا انا مش بنت، طول ما انا واقفه في محل اكل عيش وببيع حاجه وبعمل حاجه انا راجل، اتعاملوا معايا على اساس ان انا راجل. طالما هي بقى خلاص ايه البنت البنت البنت، ما هي رجاله ماشيه كلها وهدومها مبهدله، اشمعنى انا بقى؟ هي حاجتها ما شاء الله كان حاجه بيت بس اتفعلت، هم ما شاء الله كلهم ذوق محترمين واسلوبهم مختلف بصراحه. يا ترى يا حبيب يا ترى انت فين يا حبيب يا ترى، قريب ولا بعيد ولا